والآن مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة الحضور، يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. واليوم في هذا العالم الذي يتسم بالمنافسة والتغيير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تتضاعف أو قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة وتفجير طاقات الإبداع والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة والتنمية الصناعية المتطورة، كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب. وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. قبل ما أسيب النقطة دي، عايز أقول لكم على حاجة. يعني أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال يعني الأحداث اللي فاتت ديت حدثت، يعني إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين إحنا هنعمل إيه؟ حد قال كده يعني، أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كله، مهما كانت. شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة. مهم أوي إن احنا يعني أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي ربنا. اسمعوا كلامي من فضلكم، أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت طبعاً طبعاً طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس. اسمعوا كلامي، انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في اي مشكله ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي، ولذلك فانني دائما أحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجهيز. وفي ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل وأحوال العمال وتعويلنا على عمال مصر للإسهام
القيم في النهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، فقد قررت كذلك ما يلي: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً اللي هي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، تعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها. سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تم إطلاقها عام ربنا يوفقكم. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والمهارات اللازمة لها، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل. عمال مصر الكرام، إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله تعالى على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية. وبالله سبحانه وتعالى وبشعب مصر وبعمالها الأوفياء، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.